محمد برحال، رياضي في المجمع الرياضي البترولي ورياضي النخبة في الفريق الوطني، متحصل على عدة ألقاب. أنا واحد من الرياضيين متأهل ألعاب شبه أولمبية، عندي مدة 4 أشهر منذ بداية الجائحة وأنا متوقف عن التدريب. تجربة أوروبية، خدوا رياضيين المستوى العالي، خدوهم اون شارج، دارهم في مراكز تدريب خاصة، أكيد بعد إجراء تحاليل لازمة، داروا معهم والتأكد من سلامتهم، داروهم في تربص مغلق مع الطاقم الطبي والطاقم التقني. راح تكون عندنا صعوبة في لاروبريز في العودة، راح يأثر علينا وما راحش يكون عندنا وقت، والأصعب من الوصول للقمة هو المحافظة على البقاء في القمة. كما نقول لك، لازمك صبر، لازمك تحدي، لازمك تضحيات، لازم باش تلحق المستوى العالي. الهادي مهني اللي هو دي تي اس تاعنا في كل مره يتصل بينا وكما نقول لك يطمن علينا وعلى صحتنا، وحتى الاتحاديه انا اتصل بها رئيس اتحاديه وطمن علينا ومازال الرياضي الوحيد اللي يمثل الجزائر في هذا الاختصاص، وهذا الاختصاص ما يخفالكش انه من اصعب الاختصاصات في رياضه ذوي الاحتياجات الخاصه، لانه يتطلب امكانيات ويتطلب عتاد ويتطلب صبر ويتطلب تحدي. احنا مدامينا في المستقبل القادم ان شاء الله تزيد تكون امكانيات اكثر، وباش نحقوا كما نقول لك باش تكون لارولاف ويكونوا رياضيين واحد اخرين. كلمة أخيرة هي رسالتي لذوي الاحتياجات الخاصة، أنا نتمنى يكونوا إيجابيين في حياتهم، وكما نقول لك ما يفشلوش، لازم يتحدى ولازم تكون عندهم إرادة قوية وشجاعة، وحاجة ما تجيب سهل، لازم يضحيوا في حياتهم.